كان بوصوف ما يزال مترددا بشأن مصير كريم بالقاسم ومحمود الشريف في داخل البناية عاد القلق والتشنج يتملكان بوصوف. لقد كان قلقا ومتوترا وبدأ يسير في الغرفة، يأتي ويروح وهو ينطق ببعض الكلمات غير المفهومة والتهديدات، وهذا في كل مرة يصل فيها أمام كريم بالقاسم. لقد كان يتوقف أمامه وهو هائج ويحدق فيه كثيرا ثم يواصل السير. في النهاية انطلق الموكب من جديد، لكن هذه المرة ليتوجه نحو المطار أين كانت الطائرة في الانتظار ومستعدة للإقلاع قبل الصعود إلى الطائرة، وهذا حسب